صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك، معكم غيدة جبيلي وربيعة الدعوق. نحن في نادي الصحافة، حيث في هذه الأثناء سيعلن ميلاد أبو ملهب ترشحه للانتخابات الرئاسة الجمهورية، بعد ما كان قد رشح نفسه سابقا في انتخابات النيابية في منطقة الزحلة. حنشوف ميلاد، من المتوقع أنه يكون عنده برنامج انتخابي، سنستمع إليه. أهلا وسهلا بالجميع وبالإعلام يلي شرفنا. رح نبلش نشيد وطني اللبناني. هيدي مشكلتنا نحن بلبنان، إنه الشاعر الأرعن يلي حط كلنا للوطن وصلنا لهون. إذا بعد أكثر من 70 80 سنة عم نقول نشيد الوطني إنه كلنا للوطن وصلنا لهون، بنكون كذابين. اسمحوا لي نقول ربعنا للوطن. تفضلي. 1 2 3 4. ربعنا للوطن، للعلا للعلم، ملء عين الزمن سيفنا والقلم، سهلنا والجبل منبت للرجال، قولنا والعمل ربعنا. ربعنا للوطن، للعلا للعلم، ربعنا هلا بدنا ندعك له. بدي اقول لكم انه انا ميلاد ابن هدلة ابن يوسف بملهب، مسيحي ماروني القائد سني المعشر والمحيط، واعتني بتربية حسن نصر الله ميلاد بملهب، واشعر بروح متجسدة بالهيكل اللي انا عم بتحرك وسوف اعيد بناء الجمهورية. بالبداية حتى تعرفوني أكثر، في هيدي الورقة يلي اسمها بيان قائد، يلي قلت لكم عنها اسمي واسم أمي واسم بيي واسم المذهب والطائفة. بس اليوم هيدا القائد أبشع شغلة فيه مكتوب بيان قائد إفراضي عن سجلات المقيمين بإحصاءات 1932. يعني اليوم بسنة 2022 وبعد مرور أكثر من 89 سنة بعد الجمهورية برئاسة جمهوريتها ومجلس وزرائها ومجلس نوابها والجمهور يتعامل مع بعضه بإحصاء 1932، وما هو هذا الإحصاء؟ اليوم نبحث عن رئيس للجمهور والجمهورية، نبحث عن شخص سوف يتزوج الجمهورية ويكون أب للجمهور والجمهوريين بالجمهورية اللبنانية. شو يعني؟ يعني مفروض في كرئيس جمهورية يعرف البيت بقلب البيت شو عم بيتروق، والإحصاءات تكون واردة عنده كاملة من أول ما هو منزل فقير أو منزل غني. بده يكون في عنده إحصاءات للبنانيين، كم بيت عنده، كم سيارة عنده، شو بيشتغل وشو بيدخل وإلى ما هنالك. ونفس الشيء بده يكون في عنده إحصاءات للنازح، إذا هو نازح أو هو تاجر أو هو مواطن لبناني او عم بيتعدى على المواطن اللبناني او هو عم بيشتغل والى ما هنالك. وبنفس الموضوع كرئيس جمهوريه او كجمهوريه ومجلس وزراء ومجلس نواب كمان ما نعرف عنا كم عنا شو اسمه هيدا لاجئ، وهل اللاجئ محصي عنا ولا مش محصي، هل هو اليوم تحت كنف الدوله ولا خارج كنف الدوله. اليوم بكلمه انتخاب رئيس الجمهورية، بدنا رئيس جمهورية عنده كرامة انه يوقف بكل كرامته يقول انا رئيس الجمهورية.
وبتاسف اليوم حتى اقول انه بين 6-7 ملايين لبناني ما تجرأ حدا يوقف على الوقفه اللي انا واقفها، لانه هاي الوقفه اللي انا واقفها على صعيد 6 ملايين شخص لبناني معهم هويه ما تجرأوا يقولوا لا لحدا، كله خاضع بالنظام وخاضع بالسياسي وخاضع بالطائفيه والى ما هنالك. انا ميلاد بملهب، انا مثل هالورقه، هيدي الورقه بيضه، انا لا قاري ولا كاتب، بس كل اللي نصبوا بالدوله من سياسيين فاسدين وزعران من اشباه رجال دوله ودين، كل واحد فيهم قاري، كل واحد فيهم قاري، بس بدي اعرف مين عم يكتب له حتى هو يقرا. جميعهم بيفتحوا لك ورقه وبيكتبوا على الورقه، بس هن ما بيعرفوا شو عم يكتبوا. انا اليوم ميلاد بملعب اقول انا من تعرف الساحات كرامته والسجن يعرفني والسجان يعرفني والطفل والشبان والشيب. واذا عم تستهينوا بلباسي وبشخصي وبعصايتي، امبارح كان في ملك انجلترا لابس التنوره وعم بيستقبل انه هو ملك بريطانيا. يا شياطين الدين والدوله، لعنة الله عليك يا جنرال جورو يلي اسست الجمهوريه، عيمينك في بترك لحويك يومتها انتزع من الملك فيصل حريه لبنان واستقلاله، كان في عشمالك شيخ اسمه مصطفى نجا، اليوم هيهات من بطاركي ومطارني وخوارني على امثال البترك لحويك، وكان في شيخ ما كانش في دار افتاء، مصطفى نجا تحولت اليوم لدار افتاء سني وشيعي ودرزي ومشايخ تحكي والى ما هنالك. لعنة الله عليك ايها الجنرال جرو، ورطنا بالسياسي حمل كبير لما فرست الجمهوريه، على يمينك في ماروني وعلى شمالك في سني. بدي اقول لكم لكل اللي عم بيحكوا بالانتخابات الرئاسيه، اليوم عم نشوف هالرسوم المتحركه اشباه تتنقل وبتحكي على التلفزيونات وشاشات التلفزيونيه. نحن لا نريد رئيس جمهوريه برسن، نحن نريد رئيس جمهوريه اللي بيفوت لعنده السفير يقول له بعد عني 3 مضلة ورا، كيف بتعامل اللبناني عندك انا بعاملك عندي. بده السفير يفوت عند رئيس جمهوريه يعرف انه رئيس جمهوريه عم يحكي بكرامه الشعب، لا بكرامه حزبه ولا بكرامه مرجعيته السياسيه ولا بنت اخلاقه، لانه انا صفحتي بيضا السفير ما بيحكي معي ولا مره شايفه، لانه السفراء اليوم عم يتدخلوا وبدهم فلان وبدهم فليتين. نحن نريد رئيس جمهوريه اول ما يطلع رئيس جمهوريه تاني نهار يكون ب عند معمور نفوس يقول له اشطب لي الايد وحط لي الطائفه هي لبنان، وانا راح اعملها. اليوم بدنا رئيس جمهوريه، اذا كل النواب متخالفين ومختلفين وبين بعضهم هن عم بيشتهوا يكونوا هن مرشحين الانتخابات الرئاسيه لانه هن موارنه، اليوم بدنا رئيس جمهوريه يحكي بكرامه الشعب. ومش لانه انا عم بحكي فيها، لانه انا مالي على راسي اكثر من 20 حكم وحكم، وهيدا ابشع حكم لما بيجيك ارعن مكتوب نحن غسان الخوري القاضي المنفرد الجزائي من بيروت بيحكمني، لما تعريت بسياحة ريال الصلح 300,000 ليرة بوقف على ظهر البيدر بيقول عليك حكم. وشو هو الحكم؟ انا المدعو ميلاد يوسف بوملهب، بيكتبوا هون ميلاد موسى بوملهب فوق وتحت بيكتب ميلاد موسى بوملهم. اي قاضي بيكون هيدا بدوش يروح ينعدم، ينحكم اعدام لما بيمضي على حكم اسمتي وكنيتي فوق وتحت مغيرين، هي بيكون قاضي ولا بيكون ماجور هو اللي كان تبعه؟ حكم تاني انه انا كرت لمبه بالحبس 27,000 محكمه عسكريه. وناطرين نحن من بعضنا اليوم من قضاة يحكموا، لانه القاضي ما وصل قاضي اذا ما عنده رسن معين بمحل معين. كل رئيس جمهوريه اليوم بده يطرح حاله يكون رئيس المملكه ورئيس الجمهور والجمهوريه
بده يحكي بكرامه الجمهور والجمهوريه. هيدا انا اصابيعي وايدي ملوتين بالتعب والشقا كل نهار، عار علي انا اكون عندي دوله والدوله عيني مؤسسات عامه وملاك الدوله هو اول شيطان لها. ملاك الدوله بيتحكم بالمستشفيات الخاصه، ملاك الدوله بيعلم بالرسميه وبيعلم ابنه بالخاصه. مين عم يسرق الدوله؟ عار عليك انت تكون ملاك دوله. قديش في عنا ملاك دوله، ملاك دوله بيطلعوا هن السرائيين الوحيدين، قوى امنيه وغير قوى امنيه ووزارات وما وزارات واساتذه وطلاب جامعات، وانا الوحيد حطيت اولادي بالمدارس الرسميه بالابتدائيات، كان ياخذوا الفرنساوي كان ياخذوا الماتيماتيك والسيونس بالعربي. بيقبل حيلا استاذ هلا معصب انه معاشه بطل معاشه، لما كان معاشه كان عامل حلو هو كونت علينا. اليوم العسكري اللي كان يحط ابنه بالمدارس الخاصه وهامي المؤسسات الدوله، شو باسمه؟ اسمه ملاك دوله؟ الوزارات كلها سوا، وزاره الصحه هي الوحيده اللي المفروض تكون تطبط كل العالم، مش 40 50 منظمه و 40 50 فرع كله عم يسرقوا من الدوله، واخر شيء تطلع الدوله مش معروف مين سرقها. وزارة الشؤون الاجتماعية شو عم تعمل؟ وزعت اللي وزعته على مين؟ على اساس؟ انا بقيت في خمس ست تليفونات، انت عم تعطيني مساعدة؟ ما يكون عنده خمس تليفونات ببيته، ما يكون عنده غير تليفون واحد ومش بحاجة يكون عنده تليفون واحد. وزعت اللي وزعته بالمحاصصة وآخر شيء وقفت. نحن اليوم بكل بلدية مفروض يكون في عنا مكاتب لكل الوزارات والبلديات لازم تعمل احصاءات شامله. اليوم حرام نحن نحكي بالجمهور والجمهوريه وفي 6 ملايين لبناني بين ارجيله وبين دخان عم بيصرفوا بالنهار دولار، يعني عم نصرف 6 ملايين دولار نحن بين ارجيله ودخان، واخر شيء ما طلعناش حد من البنك الدولي، نحن مش بحاجه له. لوين ما نوصل بعد؟ حتى بس ياخذها فلان او فلان او فلان لرئيس الجمهوريه؟ رئيس الجمهوريه بده يكون من الجمهور. طارح حالي رئيس جمهورية بكرامة كل واحد فينا، أنا منكم ومن الجمهور وكرامة الجمهور من كرامتي، بس عار على ميشيل عون وعار على جبران باسيل وعار على كل التغييريين يلي اسمهم تغييريين ما قدموا أول اقتراح قانون انتخاب رئيس جمهورية من الشعب، لأنه ملتيين أربعة أشهر مش مقدمين مشروع قانون، ملتيين عم يعملوا جولة انتخابية وما بيستردوا يسموا ميت بملهب لأنه ما عندهم كرامة ميت بملهب. كلهم سوا بيحكوا بدهم رئيس سيادي، بدهم رئيس مستقل، بدهم رئيس، بدهم 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 بدهم، وباخر الطريق ما بعرف اي رسن بيجيهم من اي سفاره حتى يقول لفلان ولفلان ولفلان هيدا حجمك عمول معروف حتى الاسم. مثل ما صديقتي باولا يعقوبيان يلي باحد المقابلات قالت لي انا بامن بشخص مثلك يعمل هزه، ما انا قالت لي هالحكي بمقابله على التلفزيون لما كانت هي بتلفزيون المستقبل، هي تؤمن فيي اعمل هزه ما، بس اليوم يا باولا انت هزي يا لواعن. حطيت مرة الماضي نادين لبكي، ان شاء الله اليوم تحطي كرامه ميد بملهب اللي قلتي له انت بعد من لسانك ابحثوا عن هذا الرجل، وبتحداك انا وياكي مناظره تلفزيونيه يا انا يا انت. عندك مستعمل البركه، طلعتي قلتي عندك 2000 متطوع، اتقن حزب أزعر بالدولة بلش ب 100 مقاتل، أنت عندك 2000 متطوع تعمل جمهورية خاصة. ناهيك كمان عن السيد نائب المحامين اللي عطل المحامين أربع خمس أشهر بانتفاضته، عنده كمان فرع العطاء كمان عنده متطوعين. اليوم بدنا ناس تحكي للدولة تعطيها كرامتها، تعطي كرامة الشعب. أنا بكل شراسة وبكل كرامة عم بقول لكم وبتأمل من الكل الحاضرين يحاوروني بكرامه، والصحافه اللي ما اجت كرامتها بالرسن اللي عم يندفع لها حتى تعمل مقابلات تلفزيونيه، لانه ولا واحد بالمقابلات التلفزيونيه على الهواء عم يحاور واحد مرشح او شو رايك بفلان، قال لهم انه في واحد اسمه ميد بملهب شو رايك بكرامته؟ يلي عنده سؤال بكرامه انا مستعد لكرامته. بيير حشاش انت رفيق معنا بالثوره وناشط معروف انه اسلوبك فوضوي، بس ولكن فوضوي ولكن على طول عندك رسائل وهالرسائل بتصيب
على طول، ومعروف انك انت بوقاحتك ما بتكذب الكلمة، وانك انت ما بترحم، حتى ما بترحم رفاقك بالثورة يعني. ما برحم فيها الحشيش ابدا. برافو. ولا انا بدي اياك ترحم. صحيح. ولا بدي ترحم حدا. نعم نمر. السؤال هو اليوم انت بتعرف انه نحن نظامنا ديمقراطي برلماني، يعني الرئيس ينتخب من البرلمان، هل ترشيحك هو رسالة ولا ترشيحك انت عن جد قابل انك انت ممكن يجيك اصوات بمجلس النواب؟ إذا كل واحد بمجلس النواب عنده كرامة ببيع الرسن لثلاث ثواني، بفك الرسن تبعه وبيعرف إنه في إنسان على صعيد الجمهورية يتمرد على حاله قبل ما يتمرد على الباقيين. وبدي أقول لهم لكل النواب إنه المسيح انصلب، ولما انصلب كان في على يمينه لص وعلى شماله كان في لص. اليوم الوطن مصلوب. اليوم الوطن يا كبير مصلوب. وفي لص على الشمال. لص على الشمال عم بيقول له اذا انت ابن الله خلص حالك وخلصنا، في لص على اليمين بقي ساكت هيك ناطر شو بده يعمل المسيح. هيك شيء قال له اذكرني متى اتيت في ملكوتك، قال له المسيح غصب عن دعسة لعبة الكل اليوم تكون معي بالملكوت. اليوم لبنان على الصليب، والقرار عند مين؟ عند مين؟ عند مجلس النواب، لانه لا ميشيل عون اللي حكى نفذه، ولا جبران باسيل اللي حكى نفذه، ولا التغييريين قدموا مشروع قانون انتخاب رئيس جمهورية من الشعب. اليوم القرار عند مين؟ عند مجلس النواب. انا ميلاد مو مره بقول ان الجمهوريه والجمهور باكمله على الصليب، وانا هو النص اليمين اقول لكم اذكروني متى اتيته بالورقه اللي بتكتبوها. غصب عنهم نزع عنه كرامه. بتحديهم يعملوا مناظرة معي كل العالم، من أدخل سفير لا أدخل وزير لا أدخل ليك ليك، كل سفير بيفوت على قصر الجمهوري بيقدم ورقة اعتماده، وإذا أنا كان رقتها بيقول له وقف بعيد عني. شو بتحكي أنت؟ عربي احكي لي بكرامة كيف بتعامل المواطن اللي عندك بعاملك، وإذا أجنبي بيقول له جيب معك أنت مترجم حتى ترجم لي، أنا ما بحكي إلا عربي. اليوم رئيس الجمهورية مش لاعب يا بيير، وأنت اليوم عجبتني بحضورك واختار اسمي يا كير. انا حطيت علامه علي كثير قويه انه انا اوقات كنت انتقدك، وهلا شعرت بكرامتك انك انت صديق للند وخصم للند. فيني بس احكي لمجلس النواب اقول لكم ايها النواب الكرام والاشاوس، اتعس الفاسدون هذا الوطن وسرقوه، وأسعد الله كرامتكم لحظة الانتخاب. اذكروني واذكروا الشعب لأنني من الشعب وإلى الشعب أعود وأعيد له الجمهورية وبناء الجمهورية أنا متأمل فيه. نهار الانتخاب شيلوا الرسن عن رقبتكم، جوجلوا أفكاركم، قولوا في شخص مصلوب على يمين الجمهور والجمهورية، مصلوب على يمين الوطن اللص اليمين يقول لكم اذكروني متى اتيت في ورقتكم والبيع علي. عبراهن على التاريخ، عبراهن على التاريخ، وعبراهن على كل الصحفيين يلي ولا واحد تجرأ فيه ونشيل السرمية شبهوا فيها الفيزت بمعامل بالعراق اللي مشابهوا فيها لجورج بوش. زيدي يعني تحكي، ما انت زيدي اخر يعني. انا ماني، انا مش عم بحكي فيهم، انا رسمالي باب معين عسكري. قصتك شجاع. لا طول بالك طول بالك. هيدا من ضمن الاحكام تبعي معاملة بالشدة. تقريها؟ من ضمن الاحكام انا معاملة بالشدة. عفوا عفوا بالشدة بالشدة. امبارح طلعوه من السجن لهيدا من وين؟ 14 سنة صار. خلي صحافي لبناني ما اغتنم ورا السياسة، سمي لي واحد ما اغتنم ورا السياسة. خلي الهوى ما بقى ينباع للهوى. بدي صحافي واحد بلبنان يقعد كم سنة 14 يقعد 20 سنة بكرامته. مين بعد بحب يستفزني بحب سؤال؟ تفضل. ما عندي حضرة، ميلاد مو ملهب أنا. فرجينا إنه عندك محكوم كذا حكم، نعم. منهم هالأحكام اللي هن بيوصلوا للجرم، بس بحي لحظة بده يتبوأ منصب عام لازم يكون سجله كثير، ما نقدر سجلها
سجل نظيف بالكرامه. انتبه، انا ولا حكم اخذته الا اخذته لانه انا مش ماشي بالنظام. لانه انا اليوم لما تعريت بسعه الشهداء بال 2013 كنت ضد سلسله الرتب والرواتب، كنت بعتبر حالي بحمام في اربع حيطان، شلحت اوعيه حيطان، حكمني ب 300,000 قد ما هو قاضي ارعن، بياناتي مش صحيحه. قوم اقريهم. فميلاد موسى ابو ملهب، وتحت ميلاد موسى ابو ملهم، ومضي من تحت لانه الكاتب مش قارئ، لا الكاتب قارئ. بيير صديقتي، انا افتخر بجميع الاحكام، انه ولا حكم الا ما بدل على كرامتي. انا بوقف على الارض، يا بموت شهيد مثل بيي راح شهيد جيش لبناني، يا عمرني ما اعيش. احكامي كلها بتشرفني ومش مستحي فيها، واللي كسر النظام قادر يوقف النظام. ما؟ أنا وصلت للتاريخ يا صديقتي. نعم؟ إذا أنا كنت قليل الشرف والكرامة معهم، ما أخذت لهم كرامتهم، يمشوا. أنا معهم، أنا بوقف معهم. أنا إذا مش بسنة وحدة بعيد الجمهورية يمشوا ويذبحوني بنص العصر إذا وصلت على العصر. أكيد أقل من سنة. لك يا صديقتي، اليوم نحن بلبنان عم نحكي ب 6 ملايين لبناني، بين دخان وبين أرجيلي في يومية حرق 6 ملايين دولار. دبيهم بشهر شو بيعملوا؟ بس نحن اللبنانيين ما عندنا بقى ثقة حدا بمجلس النواب، كلهم امبارح كانوا مجلس النواب مجتمعين، الكل عم بيقول مش عارف مين سرق الدولة. يعني نحن في عندي أمي بالمقبرة حد البيت عندي، يمكن قلت لها هي سرقت الدولة. كلنا سوا عم نزعف لهياكل بتحكي، بس كل واحد فيهم قاري بس مش كاتب، يعني عم يقرا، عم يقرا على الصفحه عنده، مش عم يقرا العرق اللي عم نعت مني، عم يقرا شو كاتب له فلان، وشو كاتبت له سفارته، وشو كاتب له المعلم تبعه، ما بيعرف. اليوم بدي منك شغله، انا مستعد اقول لكل الشعب لازم الارض تقلب، تطلع من الارض العالم. ما بقى عندها شيء، نايمه بالمقابر الكبيره بعد الساعه 12. كلمه شو؟ كلمه شو نايمين بالمقبره؟ ما انت اول واحد نايم بالمقبره بالله الساعه 12. شو عندهم؟ قضيه المرفأ، قايمين قيمتنا على قضيه المرفأ، في قضيه اهم من المرفأ. لما صار في تهجير ما هجروا جيل واحد، هجروا خمس اجيال. قضيه التهجير والمهجرين اللي صارت بال 75 وكري لقدام مش اهم قضية المرفأ، هجروا خمس اجيال، ما بقى في حدا يرجع ضيعته، صارت كلها حاكمينها ببيروت ومحيط بيروت. كل ما شو نحن ضياعنا كانت اهم من المدينه، بس بطيارك ما سمع. نحن بدنا نعمل جمهور عنده كرامه، والجمهور بيعمل الجمهوريه. اذا بيك بالبيت عمل لك عائله وكان هو الراعي على عائلته، بيمشي حال عائله بيك لانه هو الرئيس تبعه، بس الجمهورية شو بيعمل؟ باش كاتب؟ شو بيعمل؟ ومين بده يجيبه؟ بده يجيبه ناس عندها رسل، عندها سوابق. سميلي واحد ما عنده سابق. بيير ها ميلاد، انت مع الشرق لبنان والمفتي خالد ولا غصبر شرقي؟ انا لبناني مسيحي ماروني القائد سني المعشر والمحيط، واعتني بتربيه حسن نصر الله ميد وملهب، وتقمص بروح شرسي سوف تعيد بناء الجمهوريه. خلاص خلاص، بس حبيت اسال الاسماء اللي عم تتداول كلها سوا، ما حدا عرفها لو ما يوما ما كان في راسا برقبتها. ما حدا سمولي واحد من الارض طلع مثلي، بس اعطيني اسم واحد. والصحافه اليوم هي الشيطان الاخرس، هي اللي عم بتوصل عديم الفهم حتى تكبروا وتوصلوا. ميشيل عون رئيس جمهوريه، ميشيل سليمان رئيس جمهوريه، ايميل لحود رئيس جمهوريه. بتعرفوا شو يعني ميشيل عون وميشيل سليمان وايميل لحود رئيس جمهوريه؟ مين بيحب يقول لي شو يعني؟ نعم؟ لا لا غلطان، شاب معه ترمينال، شاب معه ترمينال قدم على الحربية ونجح بالصدفة وتمرس حاضر سيدنا
عمرك سيدنا يتلقى الامر ويعطي الامر، يتلقى الامر وعلى التكرار بيتعلم 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 الشطار وبيوصل بالرتبه للعميد، بيوصل للعميد ركن. يا بتيجي فرصه بيحطوا له الراس بيقولوا له اقعد على الكرسي، يا بيطلع برا بينكب زباله بصير عسكري متقاعد على بيشحد معاشه، مثل ما جورج نادر امبارح اجى من طرابلس مع 4 25 30 واحد لابسين جاكيتات مطبوع عليها وما عندش ياكله. طب الترانسبور من زح من 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 الشمال لهون بكلف مين غيره؟ تريجي شمعون الله يرحم جده، مين نعمة فريم؟ لو ما مشي العون ما بنعرفه، ما كان راكب الرسم. سليمان فرنجيه ولاده آل فرنجيه معروفين. سمير جعجع بدي اعرف بس شو وظيفته هالزلمه. انا اللي اقري بس بسمير جعجع بدي اعرف يا سمير جعجع انت شو وظيفتك؟ انا اليوم بشتغل بالفلاحه، بشتغل بالطرش، بشتغل بالدهن، طلع مصاري، انت شو بتشتغل؟ لا معروف حالك، لا عم بتشرب ولا عم تشرب ولا عم تزيح من درب الشريبه، مش عم بفهم. مين بعد ما تروح؟ سمولي اسماء مين بعد ما تروحها. اليوم عار علينا وعلى ميشيل معوض الله يرحم بيو، ما بدناش اليوم جمل محل جمل يبرق. انا برجع بعد لكم ورقتي بيضة، وخلي الزلمه بالدوله اذا غلطوا النواب وفكوا الرسن وحطوني انا رئيس جمهوريه، خلي الكبير والصغير بالدوله يتحلفظ. بس اذا انا كنت رئيس مجلس وزراء ما بدي ولا وزير، مجرد ما انا اوقف بس مجلس الوزراء واحكي مع كل وزير شو عملت؟ شو عملت؟ لانه المسيح قال له ماذا فعلتم باخوة الصغار؟ فكلما فعلتم باخوة الصغار فبي انا فعلتموه. يا شياطين الدين والدولة، شو عملتوا بالدولة وشو عملتوا بالمواطن؟ من هون بعتذر لانه مش كاتب وانا مش قاري، مزبوط افكار كلها بتجي من راسي. بشكر المنار شخصيا حاضرة، بشكر الاو تي في الحاضر، بشكر صوت بيروت لك صوت بيروت. بعد في حدا نسيناه؟ الوكالة الوطنية، استاذ ميلاد فينا بس هون نجي نسألك هيك كم سؤال على صوت اس بي اي. اول ما من الواضح اليوم انه في رساله عم بتوصلها في خضم المعركه الانتخابيه لرئاسه الجمهوريه، شو اول شيء ممكن انك انت تشتغل عليه في حال تم انتخابك كرئيس للجمهوريه؟ بنعرف انه هيدا الشيء يمكن صعب في ظل، بس عن جد اول شيء سمعنا كثير انتقادات. اول عمل يعني شيء؟ اول عمل، اول عمل احصاء تام كامل لكل اللبنانيين للمقيمين وللنازحين وللاجئين. بدي اعرف بكل بيت كم سياره فيه، والبي شو بيملك، وكم تليفون عنده بالتعاون مع وزاره الشؤون الاجتماعيه، وبكل بلديه بيكون في مكتب لكل الوزارات، وشركه الطاقه هيدي شباك الطاقه والطاقه ما نسكرها، بدنا نعطي البلديه هي تدير الشؤون وهي تجبن المواطنين. اليوم انا مش عم بحكي حتى احكي، اليوم بتامل من كل الصحفيين اللي عندهم كرامه يحاولوني بكرامه، وانا لما ما باخذش البون بوا من قبل كل لبناني عنده كرامه انا لوحدي ما عادش بحكي وبسكت. اول عمل مش شيء، لانه هذا المصطلحات بتعرف اول عمل انك انت تقدر تعرف بكل بيت كم قد ايه حدا بيملك، يعني انت عم تحكي ضد مثلا فساد، تعرف مين علي اعمل احصاءات ببيت أكثر. اليوم علي انا بقلب جمهوريتي اعرف الجمهور كم واحد عندي وكم نازح عندي وكم لقيط عندي وكم مستوطن عندي وكم، يعني في شيء غلط. اليوم ما فيك تديري بيتك، بيك موجود بيعرف، بيك اذا غمضوا له عيونه لبيك بيعرف يتنقل بالبيت؟ ليش؟ لانه بيته. اليوم عار على رئيس جمهوريه يكون رئيس جمهوريه ومش عارف الجمهور شو هو وشو وجعه. اول ما دخلنا قلت لنا بتمنى من الصحفيين ياخذونا على محمل الجد. يمكن كثير من العالم اللي عم تحضر هلا تعتبر، او يمكن لو تسمح لي اوصف ما يحصل بانه هو نوع من الجنون، او انه هيدا الشخص شو بترد لهدول العالم؟ شو بتقول لهم؟ خذوني على محمل الجد، انا اليوم جايه بمشروع جديد. انا بحكي مع اللي عنده كرامه، انه اللي بيفهمني يلي كرامته من كرامه حضوري بالمجتمع. الباقيين كله مركب رسم،
ديني وطائفي ومذهبي. اللي بيسمع اللي عنده كرامة. اللي أنا عم بقوله اليوم بيستلشقوا فيي وبحضوري وبلبسي وبشخصيتي وبالعصاي وبالجرس. اليوم أنا إنسان راعي عائلتي، وأنا لأنه كنت راعي لعائلتي صالح أسست لعائلتي مستقبل من صفر، ما بملك شيء بالدولة، ما عندي لا سيارة ولا ملك مسجل. اليوم الجمهور بده يكون في عنده راعي، هو اسمه رئيس جمهورية. إذا رئيس جمهورية ما عنده إحصاء لجمهوره شو بيكون؟ رئيس مزرعة، رئيس مزبلة. في كتير ناس عندها كرامة، وهلأ في حال صار في فراغ بدعي الكل على الأرض يفترشوا الأرض ويلتحفوا السماء، بيكون نفذوا وصية جبران واللي غنتها فيروز، لأنه بتشوفي كلهم سوا عم بيغنوا الثورة وهن قاعدين ببيوتهم، كلهم سوا عم بيحلموا بالثورة وهن قاعدين ببيوتهم. اليوم ما فيش غير هيدا الأخوت يلي كان في إله سابقة اسمه أخو شناي يجر المي على بيت الدين بساعة، لأنه عطى أمر للأمير إنه كل عسكري يحفر قبره على بيت الدين، وإذا كل عسكري حفر قبره بساعة وصلت المي بساعة. إذا بيطلع هلا علي حمية تبع شوكولا العباس، يا عم ضحك، إذا بيطلع علي حمية اللي ودي له شوكولا العباس للبترك بيعمل هلا قرار يعملوا خط مي على بيت الدين، بده 5 سنين وبده موازنة طويلة عريضة. أخوات شو قال لهم؟ قال لهم صف العسكر على بيت الدين وكل عسكر يقف حبره بساعة. سؤال يعني خلصوا الأسئلة، بس كان عبالي أعرف أكثر عن هيدي العصاية اللي نطرناها شوية من الوقت عبال ما تجي، شو قصتها هيدي العصاية؟ هيدي أيام موسى وقبل موسى وأيام ما كانت الناس متجردة من كل شيء، ما عندها طائفية ولا سياسي ولا مذهبية، كان في راعي يحمل عصاية. والتيس الأرعن، بتعرف شو يعني تيس أرعن؟ يعني هذا التيس يلي ما بينتظم كان يشيل العصاية ويبقوا فيها. في عنا كتير تيوس بالسياسة بدهم خبيط عروسهم بها العصاية، هذه العصاية هي عصاية الراعي معروفة، يعني أنه نحن عنا كثير ناس ملقبين بالرعاة بس هن مش خرجوا يكونوا رعاة. والجرس حتى لا، لما يطنوا الجرس كل اللي بيلتفتوا للجرس يعني بيعرفوا في صوت، والصوت هيدا دليل أنه في ناس واقفة على جرية مش مركبة رسم برقبتها لسفير ولا وزير ولا نايب ولا هيئة، وبتأمل الشعب كله سوا يوم من الأيام ينزل على الأرض وينفذ اللي عبالي كيه. ما حدا من المرشحين عاجبك لرئاسة الجمهورية؟ سمعنا أنه عم تنتقد أسماء كتير، لو بصح لك يمكن تختار مش نفسك شخص تاني لرئاسة الجمهورية، مين معقول يكون؟ طفل صغير عمره 10 سنين أحلامه بتكون طيبة وما عنده بغض وما عنده شيء، وبيكون قادر يدير بلد. إذا جانا بلد صغار أشرف فنكون كبار ومش عارفين نحن شو. شكرا لك ميلاد. تفضل. ليه اللي بتحكي معي بتضحك؟ لا انت هيك بعض الامثله اللي بتتطرق لها ما في الواحد ما يضحك فيهم، حتى اولادك عم يضحكوا. مش اولادك؟ هودي اولاد الحياه. عندك بنتين وصبي؟ عندي 11 لحد هلا. 11 ولد؟ لا مش ولد، 11 هيكل ممتلئ بالروح القدس حتى يعطي الحياه متطوره وجديده مثل ما ربيته. وكلهم داعمينك؟ هي الدعم مش منيحة، الدعم يعني دعمة بطون يوقفوا حدك؟ حدي مش معي. أوكي. ملحقين حدي أكيد، وشفتيها دقت على الجيتار وبلشنا انه ربعنا للوطن، حتى يصير في حماس بيننا وبين كل العالم انه بلكي الربع بيتحدى الربع الثاني والربع الثالث، وبيصير في عنا جمهور وجمهورية يزقفوا للوطن بكل محبة. شكرا لك ميلاد. حتى فيكي قبل. شكرا لك ميلاد وملهب. إذا كنا قد استمعنا إلى برنامج ترشح ورؤيته للرئاسة، هو اليوم عم يطلب من الناس بأنهم يكون عندهم جزء من الكرامة، يرى في عملية خوض الانتخابات الجمهورية هي نوع من المهزلة، وما حدا من الأسماء المرشحين اليوم بشوف أنه بيليق بهذا الكرسي. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة جبيلي وربيع دعوق. شكرا صوت بيروت. شكرا. ان شاء الله بصيروا صوت لبنان. ان شاء الله. شكرا.